بسم الله الرحمن الرحيم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي الوحدة الثالثة عنوانها the power of the mind اللي هي قوة التفكير the power of the mind أو قوة العقل قوة اللي هي power طب قوي لو حد قوي powerful طب العقل اللي هو mind المخ البشري human brain human brain ذاكرة فوتوغرافية photographic memory photographic memory كلمة سير باسورد رقم التليفون فون نامبر أنا عايزكم تجيبوا ورقة وقلم وتحاولوا تحفظوا معايا الكلمات دي عشان هي مهمة جدا وهتنفعنا طبعا في السؤال الاختياري وهتنفعنا في الفايند ميستيك وهتنفعنا في الترجمة وبرضو هتنفعنا في السنين القادمة ده أكيد إن شاء الله عشان نحفظ الكلمات ما نحفظهاش كده لازم ورقة وقلم ولازم تسمعها عشان تعرف تكتبها وتثبت في دماغك password phone number store store يعني يخزن past memories ذكريات ماضية breathing اللي هو التنافس heart القلب hurt يؤذي خلي بالكو heart و hurt experiment تجربة وبيجي معاها do do experiment تجربة علمية add يضيف list قائمة repeat يقرر eyesight اللي هو الإبصار مهمة بتيجي في الترجمة مندهش surprised immediately أو at once يعني في الحال hide hid hidden يخب الماضي بتاعها هيد خبة والتصريف الثالث hidden قد خب. sound صوت ability قدرة method طريقة useless غير مجدي يعني مش مفيد عكسها useful believe يعتقد impossible مستحيل special خاص Long distance اللي هي مسافه طويله او long distances مسافات. Strength. Strength اللي هي القوه. Strength بتساوي كلمه force. Painful مؤلم. Digestion اللي هو الهضم. Importance الاهميه. Gym عارفين طبعا كلنا الجيم. Incredible لا يصدق. دي صفه لما تكون مندهش من حاجه تقول اوه واو اتس انكريدبل. Warm دافئ. Chain سلسلة أنالج أنالج يحلل بريث اللي هي آخرها إي ديت معناها يتنفس لكن لو مش آخرها إي وبريث بس يبقى معناها نفس سيلز خلايا بين ألم تمبريتشر درجة حرارة ريزلتس نتائج بيشنس اللي هم المرضى بيشنس خلي بالكوا التي أي هنا الشرح بيش نورمال هيومن body, جسم البشري. ريلاكس يسترخى. معقد, كومبلكس رسائل messages free time وقت الفراغ خلي بالك عشان دي بتيجي في الاختياري هيجيبها لك ويحط لك هنا ايه مساج ده ده المساج لكن مسج كده دي رسائل contain يحتوي على voice صوت ويه يذن yeah, control يتحكم فيه receive يستقبل information معلومات وطعم معاملة المفرد senses الحواس send يرسل successful ناجح bright ساطع ساين علامة promise يعد brain damage اللي هو تلف المخ separate منفصل taste يتذوق أو التذوق touch يلمس smell sight hearing السمع خلي بالكوا sight اللي هي الرؤية أو الإبصار زي eyesight في idioms بعض المصطلحات make sure يعني يتأكد بيك أب يلتقط لو حاجة وقع منك في الأرض أقول لك بيك أب جود أت بيجي معاها أت بتساوي أو عكسها باد أت دو هوم ورك خلي بالك يحل الواجب بيجي معاها دو do. أو داز أو ديد في الماضي كيف فت يعني يبقى لائق بدنيا فظيع تيربل أت بنهاية باي ذا end of في القائمة مش إن ذا ليست لا أون ذا ليست على سبيل المثال فور إكزامبل useful for بيجي معاها for ده كله هينفعنا في الاختيارات different from مختلف عن key to مفتاح لي concentrate on يركز على pass the test يجتاز الاختبار hold out your hand افتح ايده hold out feel ill يشعر بالمرض do well يبلي بلاء حسنا او do badly يؤدي بشكل سيء دي هتنفعنا في الترجمه short for اختصار fall over يقع fall over الماضي بتاع كلمه fall لو عايز تحطوها في الماضي بتبقى fell f e l l fall fell والتصريف الثالث fallen بالشكل ده feel pain have a terrible pain عنده الم فظيع take out يخرج اما اقول لك مثلا take your books out طلع الكتب خرجها لي taste the difference يتذوق الاختلاف at the same time في نفس الوقت compared with مقارنة ب reply to ردا على agree about يوافق على look forward to مهمة جدا 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 ليه لأن بيجي وراها الفيرب مضاف له ing يتطلع إلى إيه يعني اقول لك مثلا أنا بتطلع لمشاهدة التلفزيون يبقى I look forward to watch لا to watching ing make a note of. يدوم ملاحظات آسك فور يطلب class طبعا كلنا عارفينه اللي هو ايه الكلاس اللي هو طلاب فصل دراسي واحد او بتيجي معنا فصل او دفعه a group of people who study together لما يكون في شويه طلاب بيدرسوا مع بعض في نفس في نفس يعني الدفعه واحده بنقول عليها كلاس incredible يعني حاجه لا تصدق غير معقوله password كلنا عارفينها بنعملها الموبايل photographic memory ذاكره فوتوغرافيه خلي بالكم photographic memory being able to remember something by looking at it يعني اللي هي لما تبص الصوره او تبص لحاجة تفتكر ده بنقول عليها photographic memory repeat يعني يكرر analyze يحلل breathe يتنفس سيل خلية pain ألم powerful powerful يعني قوي temperature درجة الحرارة سواء الموضوع hot أو cold في فرق كبير ما بين كلمة memory اللي هي ذاكرة و souvenir souvenir ده هدية تذكارية السياح بياخدوها معاهم مثلا لما يزوروا الأهرامات أما memory دي حاجة في الميموري في الذاكرة عندنا My visit to England زيارتي لإنجلترا is a fantastic memory هنا fantastic memory يعني كانت ذكرى حلوة. He bought some هو اشترى شوية souvenirs سوفنير. هدايا from خان الخليلي جاب شوية حاجات تذكارية كده من خان الخليلي. برين المخ ومايند العقل أو بتيجي بمعنى يمانع. ده المخ البرين والمخ المخ البشري ومايند يعني العقل. Yeah, مثلا يقول I don't I don't mind يعني I don't mind يعني لا أمانة I don't mind remember يعني يتذكر remind يذكر يقول لك remind me يعني فكرني remind me مثلا of buying tickets فكرني أشتري تذكر he me of مدام لقيت of يبقى he reminds me he is good at هو كويس no at names he is good at at remembering names remembering names to send the letter don't forget اوعى تنسى يبقى remember تذكر to send the letter don't forget اوعى تنسى quite اللي اخرها ايه بره معناها تماما او الى حد ما quite اللي هي الايه اللي جوه معناها هادئ quit اللي من غير ايه خالص معناها يترك او يقلع عن يعني مثلا I am what tired انا عايز اقول لك انا آه متعب إلى حد كبير يبقى I am quite tired خلي بالك إن quiet دي بيجي وراها دايماً صفة they found a table هم لقوا table in, in a what corner in a quiet corner quiet دي معناها corner هادئ يعني في جنب هادي كده she quit هنا نستخدم كلمة quit يبقى she quitted her job يعني هي تركت وظيفتها take a long time يعني بياخد وقت كتير في عندنا عايزكم تحفظوها تنفعنا هاو لونج داز ات تيك يعني كام المده تاخد قد ايه هاو لونج داز ات تيك تو جو تو شرم الشيخ مثلا دي هتنفعنا في سؤال الدايالوج مرة الجاية إن شاء الله هنكمل في فيديو قادم الجزء الخاص بالريدنج اللي هو ده هيومن برين العقل البشري هنكمله إن شاء الله في فيديو قادم اتمنى الموضوع يكون بقى اسهل بالنسبه لكم يا ريت لو استفدتوا تعرفوا اصحابكم بالقناه او تاخدوا لينك تعملوه كابي من فوق وتبعتوه على الواتس او اي جروب ثانوي مش مشتركين فيه شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته